شوف كيف شوف والله سريعة والله سريعة، احس بتنقلب احس بتنقلب. هذا عدلها ضبط على الكورة. ايوه ايوه 200 والله صرعة من هذيك. يلا صرمت بالكورة، شوفوا سطحت انا. يلا جابتها فوق العمود، 100 دوبها 100 ما وصلت. السيارة خفيفة مري، الكورة اتقل منها اصلا. السلام عليكم، معكم بالسلام، كثير الكلام، احب السهر وما نام واحب الرجل دام. اليوم راح العب لكم مره ثانيه بيم ان جي درايف. عارفين ليش؟ لانه اكثر التعليقات جاتني عيد اللعب مره ثانيه، واليوم بعد لكم ايه اللي كنتوا كتبتوا في التعليقات. شوفوا التعليقات كلها، وعشانكم راح العب لكم ايه مره ثانيه، لكن هذه المره التحدي بيكون مختلف. عندنا تحديين، اول تحدي اني اشوط الكوره واوصلها لابعد منطقه، طبعا بايش؟ بالسياره مو برجلي. التحدي الثاني هو راح نحاول ننقز لاخر نقطه، لكن مو زي النقزه العاديه، لا راح تكون بالنقزه اللي انا مسويها هذه هي. اذا عجبكم الفيديو متابعين لا تنسوا تحطوا لايك ونبدا اللعب. يلا هذه اول سياره هي راح نستخدمها، سريعه مو سريعه وفله باينه، نبدا بها متابعين. يلا نجرب، 1 2 ثلاثة، انطلق السرعة القصوى، هي نهدي السرعة طبعا عشان نقدر نتسطح. انطلق يلا، بطرجمك بالفرشة، 200 200 60 90 الكورة قدامنا، ياهو سطحنا الكورة، السيارة سطحت بعيد. فين حتوصل؟ فين حتوصل؟ فين وصلت؟ تقريبا يعني 120 تقريبا 120، ما وصلت حتى 200، لان الكورة خفيفة والسيارة ثقيلة. راح نجرب دحين الهايلوكس، هايلوكس بترانر بس مو زي اللي اول، مو زي حق الحلقة الماضية، الحلقة الماضية كان ضعيف شوية، هذا مو قوي، باين دفع رباعي وبطران فسقان. شوف يلا جرب الهايلوكس، 1 2 3 انطلق ايوه الهايلوكس، والله قوي، نط احسه، حط رجلك انت في الكورة بعيد، 200 وصل، والله اقوى من هذاك، 240 الكورة قدامنا، سطحت الكورة، سطحت. كم حيوصل؟ 180 تقريبا، 185، والله قوي الهايلوكس مو قوي. نشوف سيارة ثالثة، اخترت اللامبورغيني، اللامبورغيني مو سريعة، على سيارتي شراها، سيارة المستقبل، هذا وجهي اللي اشتريتها صار، حنطور اخب عليا. يلا نبدا على اللامبورغيني دي، 1 2 3 انطلق يا اللامبورغيني، السرعه القصوى بس نهدي السرعه هنا في النزله، روح حط رجلك، لا لازم نوزنها لازم نوزنها، في الوسط في الوسط في الوسط، الكره في الوسط، هي الكره في الوسط، سطحت الكره، كم حتوصل؟ في شيء خبط فيها شكل الصدام. ما وصلت، ما ادري الحين السياره السريعه ما هي زي السيارات الا زي الجيوب زي الجمس احسن. ايش هذا اللي مسك فيها؟ ايش هذا سرقت ايش؟ شكل الصدام حق السياره. خلونا نجرب اللاند كروزر. شوف اللاند كروزر، والله فله مري فله اللاند كروزر، اتوقع حجيبها ولا ما اجيبها؟ الحين احسن واحد هو الهايلوكس. نجرب اللاند كروزر، يلا 1 2 3 انطلق يا اللاند كروزر. لسه نحط رجلنا في النزله دي، انزل زحلق زحلق زحلق، ما نحط صابون عشان تزحلق اكثر كمان. و 200 200 وصل، يلا يا كروزر يلا قدها، والله سطحها ان شاء الله توصل. توصل كم اقل من الهيلوكس بشويه، الهيلوكس هو متصدر اول واحد. تتذكروا السياره دي الدغبوسيه؟ ابو حفاضه سميناها، متقل عليها الحفاضه. نجربها؟ شوف كيف كمان. يلا 1 طبعا السياره معدله ما هي زي اللي قبل، نجربها الحين نشوف مع بعض كيف سرعتها قويه بري، 1 2 3 انطلق يا الدغبوسيه. والله تضحك شكلها، شوف كيف شوف والله سريعه والله سريعه، احس بتنقلب احس بتنقلب. هذا عدلها ضبط على الكوره، ايوه ايوه 200 والله صرعة من هذيك. يلا صرمت بالكوره، شوفوا سطحت انا. يلا جابتها فوق العمود، 100 دوبها 100 ما وصلت. السياره خفيفه مري، الكوره اتقل منها اصلا. ايش صار فيها الدغبوسيه؟
راحت شديتها يا الدبوسيه. يا الله تكسرت، ضعيف والله ضعيف، تحزن. نجرب هذا الباص، هذا الباص اللي عليه شرشف من ورا كانه فوطة خالي. يلا نجرب. واحد اثنين ثلاثة. اتوقع اسوي حاجة تبيض الوجه. شوف شوف الفوطة حقت خالي ورا. شوفوا شوف الفوطة. يلا يلا تقدم الباص، مو عشاني، عشان الفوطة بس حقت خالي اللي معلقة ورا. يوهو انطلق الكرة قدامك، ظل في النص. ايوه بوم، والله الكرة فلة. راح الباص هنا. لا 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 150 ما وصل كثير، بطيء بطيء، ما شاتها بقوة. نبغى سيارة قوية تسطح الكورة، مو تسطحها. الحين نجرب الفان هذا، توقع الفان ده راح يسطح الكورة. نحن ما نبغى سيارة مفطسة، السيارة مفطسة راح تشوت على فوق، لكن السيارة المرفوعة راح تصدمها على طول تطيرها زي اللاند كروزر والهايلوكس. هو الحين أكثر واحد وصل الكورة بعيد الهايلوكس. نجرب الفان دحين، يلا واحد اثنين ثلاثة انطلقين. والله قوي الفان ده، مو قوي. بروح حط رجلك. ايه لونك كيس الطماطم. يلا ايها الفان، بوف، والله سطح الكورة بعيد. كم وصل؟ كم حيوصل؟ حيجيب الهيلوكس ولا ما يجيبه؟ والله جاب الهيلوكس، جاب الهيلوكس، جاب الهيلوكس، سطح الكورة مو بعيد. اتوقع الهيلوكس والفان هم اقوى شيء دحين، هم الفايزين. نخش التحدي الثاني اللي هو النفس الطايرة. طبعا انا حطيت هذه شايفينها؟ نجي عند النهاية هنا ونطير فوق. راح ابتدي بهذه السيارة مري سريعة. طبعا السيارة جربتها في الكورة ما راح تجي مزبوطة، لأنه من تحت تضرب الكورة، ما راح تروح لقدام. يلا نبدأ، واحد اثنين ثلاثة. شوف شوف السرعة كيف، الرعب. السيارة أحسها كأنها هيك العظمي. وهو السرعة، يا الله أحس السيارة تلف على يمين من وحدة. بالله كم حتوصل؟ السيارة بس بتنزل على تحت عشان تثبت، عشان كذا سريعة. ما وصلت بعيد، ما وصلت، فشلتينا فشلتينا. خلونا نجرب الهيلوكس، نعيد مرة ثانية، أتوقع راح أجيب نتيجة كويسة. يلا واحد اثنين ثلاثة انطلق. روح روح يا هيلوكس، والله أنت قدها، والله أنت بطل. 240 طب لونه 240، جاب ال 240 243. هذا بيقلع بيطير. فين حيوصل؟ فين حيوصل؟ 350 قرب 400 370 380 زي كذا. والله بطل الهيلوكس، احسن من الهيلوكس اللي قبل. هذا دفع رباعي اتوقع، عشان كتبتوا لي في التعليقات تحت جربوا الباص، راح اجرب الباص. شوفوا الباص طبعا حق خالي ابو فوطه سريع، ترى هو اسرع واحد. نجرب ده، يلا واحد انت تنطلق. في النزله في النزله في النزله، شد حيلك في النزله. ايوه تحول كذا فجاه مكلاري تحول. روح، انا احس السرعه دي كلها السر في الفوطه يا حق خالد. يلا انقذ ايها الباص. بوف، والله نقز. يا الله كم حيوصل، كم حيوصل؟ 350، والله بطل، والله كانه سياره صغيره. شكلي بجرب الاسود، خلينا نجرب الاسود، البص الاسود، نجرب البص الاسود. يلا واحد، والله بطران فزقان. شوف هذا والبوز، انا ان شاء الله بس ما يخبط في النقزه وطيح لي تحت. يلا واحد اثنين ثلاثة انطلق. اوه النزلة النزلة، انت انت في النزلة في النزلة، خليك في النزلة. اوه ما ادري، احس ابطا من هذاك، هذاك اسرع يمكن، ذيك عشان الفوطة حقت خالي حاطينها ورا. 200 220. يوه والله نقز نقز، كم حيوصل كم حيوصل؟ اقلنا الباص حق خالد اخذ بخوطه. نجرب هذه السياره، مو سريعه هذه السياره، ايش كانها بوجاتي بس ما ادري ايش هي والله. يلا واحد اثنين ثلاثه. اوه عدس، ايوه حس رفعت من قدام السياره. والله نقصت عالي، فين رايحة فين رايحة؟ يا الله والله وصلت التراب. نشوف سيارة ثانية، هذا الوايت اهداء مني لكم، هدية لكم، الوايت ده اكرهه، كل ما اشوف الشارع اعرف انه بيسوي زحمة. عمري ما شفت وايت زي ده ما يسوي زحمة، لازم يسوي زحمة. يلا نجربه، واحد اثنين ثلاثة انطلق.
بيعشق بدري ليه؟ 5 نمر 6 نمر نمر 6 7 نمر ايش هذا؟ 8 نمر يو 11 12 الجير بوكس حقه 12 نمرة والله باين قوي كم حيوصل؟ 230 يوهو والله نقص لا تسوي زحمة بس شهر في الجو لا تسوي زحمة ايوه خلاص بجرب لكم مال السيارة سيارة قديمة مو قديمة بس وحش مو وحش يلا واحد اثنين ثلاثة انطلقي اصبري 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 خليني ادرك السيارة دركها دركها لا اصبري اصبري والله صعب يبغى له واحد منهم محترف يبغى له لا لا انا قدها انا محترف وقدها نعيد مرة ثانية واحد اثنين ثلاثة انطلقي شوي 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 وبعينه فك مع النازل لفك ايوه 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 كذا صلحها صلحها ضبطها لا روح يمين روح يمين يلا والله صاروخ هذه ما هي سيارة دي الحين طيارة كم هتوصل كم هتوصل ما في احد يتعدى ما في احد يتعدى المسبح بجرب هذه السيارة هذه اللي حق الحلقة اللي راحت بنجربها يلا واحد اثنين ثلاثة روح اصبر 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 استنى لا روح يا اصبري اصبري فين رايحة الله 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 راحت على الجمهور على الجمهور يلا تخيل تصير جالس وجه سيارة على راسك هذه قول لي الأصلية نجرب الأصلية مكتوب أوريجينال يعني أصلية نجرب يلا واحد اثنين ثلاثة هذه أصلية هذه مجنونة هذه عفريتة حسيت قنبلة تحت تفكر انقلعي انطلقي هذه السيارة هذه انظروا أنا راكب سيارة مش طالعة يا رب الحمار اصبر بتنفذ زي الحمار مجرب السيارة دي معاكم فلا السيارة دي مري فلا شوف كيف سيارة سباق باينة كده تقول انا حق السرعة نجربها دحين نشوف يلا ثلاثة اثنين واحد عطلين نهدي السرعة نهدي السرعة نهدي السرعة انطلقي نظبط الكاميرا روح يلا 300 يلا 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 فين رايحة فين رايحة فين رايحة على فين على فين هنا تحت اتفقنا بس هنا تحت ما تروح فين خرجت برا الماب راحت ماب ثاني اختصار ما احتاج ارجع اسوي خروج من القايمة اخش باب من هنا اختصار توديني على الماب يا الله سلام ايوه الماب هناك على فين رايحة على فين يا الله 377 طبلونه هذه طياره ما هي سياره المفروض يحطوها في قسم الطيارات والله شوف شوف العالم فين هناك بعيد السياره ما تبغى تطيح ما تبغى تطيح السياره فين رايحه انت الحين هذه لو صدمت بحاجه تصير سندوش راح فراغ انصدمت واخيرا واخيرا لقيت مكان تصدمي فيه صراحه السياره هذه تفوز اسرع سياره وسيارة هذه ما هي سيارة في الطيارة، هذه الطيارة تفوز تقول. إن شاء الله عجبكم مقطع اليوم متابعين، إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك وتكتبوا تحت في التعليقات إيش تبغون ألعب لكم الحلقة الجاية وراح ألعب لكم اللعبة تطلبوها، وكان اليوم معكم عبد السلام كثير الكلام، أحب السهر وما أنام، وأحب الرجل الدام، سلام.